كآمنين في القطاع الصحي، وربما هازين هذا الهم، لأنه دابا غنتكلموا من بعد على شنو هي الإجراءات اللي كتوقع مثلا لما كيكون ان سيرفيس فيه دي مرض اللي كوفيد بلس. كنحسوا بأن الناس ما معاوليناش بالوعي ديالهم في هذه المسألة هذه. لما كنشوفوا مثلا المقاطع الفيديو اللي كتبين الناس خارجين للشارع والناس كيزدحموا والناس كيساهموا في انتشار العدوى، كنقولوا إذا في نهاية المطاف هذا المجهود ديالنا علاش إذا كان الناس ما فايقينش باش؟ إذا خصنا راه كلنا نتعاونوا، كلنا يد في يد. العاملين في القطاع الصحي يقومون بكل ما في وسعهم من أجل إيجاد الإمكانيات من أجل الرفع من من من, من الطاقة الاستيعابية، ولكن حتى الناس على برا خصهم يساهموا من أجل التخفيف. إذا كنا غادي ننتظروا بحال فرنسا 5000 مريض، كنتمناو يجيو مثلا غير 100 200 باش على الأقل نقدروا نتكلفوا بها. المسألة الأخرى أنه كاين واحد من غير هذه الأسرة بطبيعة الحال وهذه الأقسام ديال الإنعاش اللي كتوجد من أجل مواجهة هذا الوباء ولا هذه الجائحة، كاين واحد البروغرام ولا واحد الجدول ديال التكوين ديال العاملين في القطاع الصحي، لأنه هذا مستجد. إذا بطبيعة الحال الوسائل ديال الحماية ديال العاملين في القطاع الصحي حتى هي مهمة، لأن إذا كان عندنا واحد العدد ديال الناس العاملين في القطاع الصحي ودوزوا أسبوع مع المرضى وتعفن ولا تقاس 10% أو 20% منهم، هاد الناس راه غيخرجوا من لو سيركوي ما يبقاوش خدامين. إلا من بعد أسبوع أو أسبوعين تقاسوا 50% ديال العاملين في القطاع الصحي، فقدنا 50% ديال العاملين في القطاع الصحي. دونك كاين واحد المجهود موازي كيقوموا به واحد اللجنة اللي كتشرح العاملين كيفاش يتعاملوا مع المرضى اللي مشكوك في الحالة ديالهم أو اللي تبتت الحالة ديالهم.